salatu ve selam ra demek ki bebe limen ma fis semavati vel ardi çekud ardu asimana daye tevi ardu asimana malikiye milkikiye hudiyikiye ve lillah bebe kadere kettebe ala nefsihi ve ta'ala l-guri mucibe ve adakı serkı lazım ki diye rahmete rahmeti insan. Yani bu rahman mantıra de rahmel ve bikim imanu iman eder. Lejma annet mila yom el kıyame vallahi kasem azi ve cema ve bikim vallahi roja kıyameti ve azi ve tuf la ribe fihi şibhed ve roja ve sünnet. الذين خسروا أنفسهم إكو نفسه خسارة كرنا ضرر كرنا يعني ضرر مالينا ضرر جاني جاني خو حق جهنم كنا وانا كنا فهم لا يؤمنون أو أنا إيه إيماننا ماني يعني ضرر maddi değil, zarara tamamı bedene mer, ruhi mer, cesedi mer, mer zarar ilke misaki cehennemi ilke bine iman anini. Limen ma fis semavati sualu tepkitin, şu ev yedi ben, ma fis semavati vel ardi, halıqi ve Allah'a kabul dikin. Ama bir kvada da bir kere bir düşünce bir ben, yani işte ki ku, ne ey khoda ve heye dardu asimana ve ulan tayir dike yani ulan ulan tepkit yani ulan razil dike he mülk ey khodeye ey huve mülk lillahi la khilafe beyni ve beynek dina beyna minu ve da ki ihtilafa mülki ardu asimana ey khodeye de bedai khilaf mine ولا تقدرون أن تضيفوا شيئا منه إلى غيره تشتكي أرض عاصمانا كنسبة مبال غير خديبة بين جنالية ناية خدية أبيا جيوني كان تشتيفا إمارام كي خدية وشما إجا إيمان بخدية ناين التبكيد برضا تبكيد يعني أزولا وان أزرلمشتك وان رزيلتك وان شرمزتك فدا اوجبها رحمه واجب كبير على ذاته تذاته رحمته ايلو بكيتي هدايتكم الى معرفتي عقل كي بسبب دواء وهدايتي بان ناس كما خديبر في كائناتي في عالمي في بحري في دنزي في هوائي في ارضي في باراني في حبوباتي وناتب İşi mahluk karbe bir kendine, işi halıka. O halde madem bir şey halıka, demek ki halıka kibiya gelen bir nazikim. Yani evan delili hani te, Khuda nişani medde. Ev rahmetavi eva. Zati fi hidayetikum ila marifeti ve ila nas u ila marifeti, hidayetikum ila marifeti ve fi nasbil edilleti lekum u delil ecvarat. كان ديه على توجيهه لسريح بنا خوص بما أنتم مقرون بي بما يكون بقبول دكت أو كتشير من خلق السماوات والأرض وأرض عاصمان ويشكيرية إيوية مالوية ملكيوية هاتش إيوية نعمات إيوينا باران جويتي هاتش إيوية ثم تبشيك خوال تعالى خبوان دا ناسكرنه أو عده وعيد سوزي بعذاب دار سروان على يطالهم سري اختالوان وغافل دكن النظرة يشنجاكو غافل دكن نابنجنكو خالقه كي في كائناتي الله خدا وان تهديد دك ايجا او عدهم يعني وان تهديد دك انه مقرون به من خلق السماوات والارض السماء وعدهم ثم وعدهم على إخفالهم النظر وإشراكهم به من لا يقدر على خلق الشيء جاء وعدهم جي بقوله تعالى وعيد داوان وقوتنا أخو وقو لا يجمعنكم إلا يوم القيامة والله
ede bwa tope bwa roja kıyamete ve bükem ve yücazikim ve yekoda ve bide cezai na'ucu billah ala şirkikum serkun şirika şkodera çedikine ve yekul ta'la ve ceza. Mene. الذين خسروا أنفسهم الذين نصب على الذم هلا أوانك نفسك وزرالي كنا خاصكم أوانا ماني أوانا خاص ماني أو رفعون الذين مرفوعة ديش عرس الذم أي يريد الذين خسروا أنفسهم أذيان نصبنا على الذنب أو أنتم الذين خسروا أنفسهم أذي أجي الرفع على الذنب إجاد بقى خبر جبوا المنفاتي معزوفرا يعني يا مفعول فعل كي معزوفة يا خبر المبتدا كي معزوفة فإن قلت كيف جعل عدم إيمانهم مسببا عن خسرانهم إتشوى قرانية شمكي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون جوابه الجواب مسبب شرط سببية جواي قراندية الذين خسروا أنفسهم أو أنتم الذين خسروا كتا جعل عدم إيمانهم الذين لا يؤمنون كتبية مسببا عنهم كذية حالبكي ne iman sebebi kusrana iyice kiriyen mi sebebi beş kusrana var. Vel emri alaks. Ne iman sebebi kusran sebebi ne iman ile ne ki? Mabke ve kemi. Kuttu mutlak ebe. Ellezine khasiru enfisehum fi ilmi illahi iku zrara nefsa hukirne de ilmiyeta kudeda de ezelida li ihtiyarihim el kufre cibuku ihtiyariye ve kufriye kirne فهم لا يؤمنون أخوانا إيمانين أين؟ أين؟ لما أب لا يؤمنون بو السبب يعني سبب خسارة اختيارية كفرية أب اختيارية كفرية سبب إن إيمان آنينية أو حالدا فهم لا يؤمنون بو سبب خسرانية ما سبب خسرانية؟ ما سبب خسرانية يعني خسران سببه؟ خسران سبب نه ایمانه یه چونکی علمیت آخوده دا وان اختیاری ها کفری کردی او اختیاری ها اونا کفری بیه سبب نه ایمان آنینی بوی سبب نه ایمان آنینی هندی جوه داری دا ضرار جی چه دی اولو یا بو و قلتو مدارو هذین القولینی نا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن ام ناطر مدري. ناطر مدري وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. شكو دشابيد دروجيدا جي بقره. غادي ساكن ما تخوضي على كاليبه. يعني شابو روب سدتي. سد باب ربه. التابع خديه باب السميع العليم فدا سميع دنگداريكي وبهتشتي جزانه مانا وله عطف على لله لله آيات فيشين اني لله كتب ربكم على نفسي الرحمة دواره لمن قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ولمن ما في السماوات والأرض قل لله أشي ببيجة وببيجة وله إيش أش قدرة ما سكن في الليل والنهار إيه وله عطن على لله عطف سيلا ما سكن في الليل والنهار دبي سكن من السكنة يعني نكو السكونة يعني ايه كنت تقرأ سيدا السكون يعني كنت ويبسا اوان نيل جيغو بلقى
اینجا سکناجی یعنی شو دگره ها بیا جرا لخشنه نه خودی چکی شد نه بیا مسکن جرا یه چیک بیتر خوادی بلا هر ورد خوادی یعنی بلا ساکن به فرط نه چه هر ورد چه ساکن به تاوی خوادی ام سکنا بفیجی تم تعدی کرن و به نفس خوشی متعدید با هم اب دبیگی ظروف شریف علم السلام علیه السلام رحمتی دبی ما بعد دخلتو و نزلتو و سکنتو جبو کسیتا استعمال اوجی منصوبی بتقدیراتیه سیدا منه و قال فی الاساس و سکنو فی الداری و اسکنو فیها و اسکنتهم الداره و اسکنتهم فیها تفتی گوتنا اری یعنی متعدی و غیر همزه متعدی کرنه من اساس مقصود لسر ظرفیت مفعول فیهیت یا من و التعدی بی فی کما فی قول تعالی و سکنتم فی مساکن الذین ظلمو سکنت فی مساکن اما سکنم تعدی فایه سمیع یسمع کل مسموع هتشتی کتی ساکرنی خود ساعت که و یعلم کل ما هتشتی کتی زانین خود زانه بلا یخصا علیه شیء مما یشتمل علیه الملوان هتشتی کتی شب و رو شاملی سرتی ملوان شب و رو دبی ما سکن فی اللیلی و النهاری یعنی چه حرکی دابه و چه سکونی دابه تا دی خودی أغير الله أتخذ وليا يا محمد عليه الصلاة والسلام يعني أز غير خدش خلاب مازن عاشا أو خالق فاطر السماوات والأرض خالق أقوار السمانة أو خالق وهو يطعم ولا يطعم خارن ده مرمى خارن خارن نايت أي شيرا إني أمرت أن أكون أول من أسلم إلك أبيكم مسلمان بيه بجهازه ولا تكونن نبن هنجي أكونن من المشركين وعطي أشبر قلتك كنبه شواني كسريكا تشدك قل إني أخاف إن عصيت ربي أتشك أتصم أجد عصي ربي خبم أتشتصم عذاب يوم عظيم أجعذاب رجع مزد القصر من يصرف عنه يومئذ إكو بصرف كرنه أو مرد عنه جعذاب يومئذ دوي روزم مزندة فقد رحمه وقدر رحمه إليك يا وذلك الفوز العظيم خلاص يا مزن فوز المبين ها فوز العظيم لنا فوز المبين مبين قدام خلاص يا أتخ ها إذا قاريو الكلمة الثانية بخويني او تمام بيجي وولي غير الله غير الله همزة الاستفهام نولي يعني دبي شي من همزة كولي غير الله أبكو غير الله لبيوي هاتي ها قل غير الله أو يا بيرامجي يا زلمة أو يا مثلا نن ليه؟ أو أليون لبيشيا غير الله هي ولي أب همزة استفهامي همزة ولي ولي سيدا قل غير الله أتخذ دحر همزة الودن هنا إجل بي أو أيا لسر أغير الله أغير الله لبيبيات يا ولي غير الله يعني غير الله جاء بعده بعده هم يا أو هم ذلك الاستفامي منك ها أتخذوا استفامي لنا غير الله يا استفامي تمام مني أو أيا كو ولي غير الله يعني غير الله لبيبيات يا ولي غير الله الفشا غير الله أب همزة الاستفهام ولي غير الله دون التالي اشتال نولي الفي همزية
يعني اتخذوني نا نكو يعني او همزه نكت يسر اتخذون يعني تقول اتخذ قلت غير الله يتخذ يعني يعني همزه لسر غيريه نلسر فعليه يعني ثم لان الانكار اتخاذ غير الله وليا همزه انكاره انكارك غير خدمتك مزد فهي ممنوعه لا في اتخاذ الولي كمر مزج خرشك دي هذا ممنوع يتكتن كمر غير خدتك مزج خرا وممنوع يعني كنت همزه دي سر اتخذ سيدا اتخذ وليا قيم جورا ولي كي دجرن يعني جرا ونجرن على حال قرتنا وليا نزرارة اما قرتنا وليا غير خدا زرارة مالن ممنوع مالن إمارة مساء فكان أحدى بالتقديم أو لا تريد التقديم كمك إنكاروية ونحن سريف يا أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون يعني تأمروني أن أعبد الله غير الله وإن أمري متكيب قد عبادتي غير قدفك أي جل النظام سأجو إنكاري تقديمي مالي شوري سمار الله أذن لكم يعني إخوتي جوا رئيس بيا حاشا خدي جوانا فقولي فاطر السماوات فأتخذ غير الله فاطر السماوات بالجري صفة لله قد يخوندن فاطر جد خوند بالرفيع على المدحي يعني هو فاطره وَقَرَأَ فِي الزُّهْرِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ مَلِ زُهْرِي فَطَرَ فَرِيخٌ دِي مَلِ ابن عباس رضي الله عنهما ما عرفت ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربياني أنا فاطر السماوات والأرض من نزم حتى ذهب عربات بامن يختصاني في بير هاد يجيب من أقصد بين كده ذكر أبدو عمنا أبدو عم من فقال أحد ما يكفي ولا أنا فطرته أي ابتدات يعني من جعول لا إيك وشكرية وكولاية أز ما فاطر بمعنى ابتداء خلقيته وهو يطعم ولا يطعم ودا خوارن ده مر خوارن جرا متنية وهو يرزق ولا يرزق كقول تعالى ما أريد منهم من رزق خلقت الجن والإنس ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا وما أريد أن يطعموني كخوارن مارن بدنا في الزارية والمعنى أن المنافع كلها من عنده طرف خديدنا ولا يجوز عليه الانتفاع يعني فلا يطعمون يعني او منفعتها شنكي بكرا مش بك تشكي جوان فايد الله مش بك تشكي ساتلنا خالق احتياجي ويتنا مالا وقرئ وهو يطعم ولا يطعموه اللاي وروى ابن المأمون عن يعقوب وهو يطعم ولا يطعم على البناء الاول المفعول والصانع الفاعل يا وهو يطعم ولا يطعم 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 ابي اول بناء مفعول عندنا بناء فاعل اول يطعم بناء مجهول ولا يطعم بناء فاعل اي جمعنا وشوشت به إجا خدا وهو خدا يطعم سيدا وهو يطعم أو شغير راجع بار شخصي بها وهو يطعم ولا يطعم شخص يعني أو تطعم كرن اضطرب داخلته والضمير لغير الله ضمير لغير الله وهو غير خدي يطعم تطعم ضيني ولا يطعم طعم ناضي سيدات بقوله والضمير لغير الله
أي في قوله هو يطعموا على البناء المفعول وفي إشكال لأن الأصنام لا توصف بأنها تطعموا ولا تطعموا. أبدي غيري خدي غيري خدي. دقيقي. وليس الكلام مع اليهود والنصارى ليقال إن المسيح أو عزير يطعم ولا يطعم. والجواب أن المقصود من قوله هو يطعم ولا يطعم إذا أخذ بزبدته على سبيل الكناية. زبدته على سبيل الكناية أن تربى ولا تربي. يعني شو؟ يعني أجر بانا. إيه قي يعني اگر وانا اوی کوهر خوی کرنه بین او تین خوی کرنه او کسی خوی ناکن ازوان خوی ناکن اوان پوتی وانا یا اویش خیلی اوی کش خیلی خودش جرا ورا عبادت کنی دخوزی برا عیسا بجی وقال الاشهب وهو يطعم ولا يطعم على بنائهما للفعل وفسر بأن معناه يطعم ولا يطعم ودا يطعم ولا يستطعم يعني طلب الطعام نار ها معنى مش عجبة وما يطعم طعام جدا ولا يستطعم طلب الطعام نار يعني يطعم جي وهو يطعم ولا يطعم يطعم يا دي يا جماعة يستطعم يا وحكى الأزهري أو حكى الأزهري أطعمت بمعنى استطعمت وفسر وحكى الأزهري أطعمت بمعنى استطعمت بمعنى استطعمت يعني بمعنى طلبات طعام فنحو بنزري أتت يعني استفدت فائدة داعية مطلبة فايدك تمام ويجب أن يكون المعنى وهو يطعم طارة جانا دداء ولا يطعم أخرى جانا جنة غلا يجد على حسب المصالح أو جاءت بشي راجب الخديفان وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم في بعض الأحيان ولا يطعم في بعض الأحيان ويقدر ويغني ويفخر يا وجه خشا او معناه وجه خشا اول من اسلم اول المسلمان لان النبي سابق امتي في الاسلام يعني عمر الرسول الاسلام ده بيشي امتي اخويا الك وحيد وراثي لذلك امرت انا اول المسلمين بيا ويزاتما امركني اول المسلمان ما سوريا نعم كقول موسى سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين بس مانا شرك البريد هم كرمك يعني افاد سماحة جان بيرياقو فايدة خلقه ضائع وافاد حمدا اويجي استفاد يعني كو فايدة لمش بيهك وصي خلقه خلق وصي دفزي بده مانا سبي جامد النجمية لخيرين لحيزن جامدين لحيزن جامدية قصص نينة جامد سيدا جامد يعني طمانينة جمرية أخلاقصص نينة جمرية أخلاق طمانينين ضامنة ولا تكونن يعني وقيل لي لا تكونن لا تكون يعني ما قولك كلا مقدرة مالن هذا أول قلبون دبتا إجاك كلاية مالن خاطئ بوت الجمراش طرف خطي لا تكونن من المشركين ومعناه أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك أمركني بإسلامي وأتمنى ما نكني الشرك ومن يصرف عنه العذاب إيكو جيب بمنا كرني صرف كرني عذاب يوم إيجين دوير وجان مزندا فقد رحيمه خد رحمه لك فيها من فقد رحيمه
الله الرحمة العظمى وهي رحمة عظمى جي النجاة خلاص يا شاكر من قولك إن أطعمت زيدا من جوعي فقد أحسنت إليه أجدت فعلم بدي زيد جبت مناوي قنجيل يعني تريد لقد أتممت الإحسان إليه يعني إحسانه بدر تمام أرجي از اولم دبی دبی ات شد کم شرایط یا اول دبی هم آمیش بیاب فلتی نبسا آت میش بیاب فلتی نی این نعمت مازن اوه یعنی یک چی کج آگر خلاص ببه این نعمت مازن اوه خلاص چه جاگر تاب او فقط ادخله الجنه ایش خو مثلا اوه کی لوی اورته چکیت نه یا یک کم جنت یا کم جهنمی قبلا جنت جهنمی خلاص ببه یک کم جنتی یا خود من يسرب عنه يومئذ فقد رحيمه فقد ادخله الجنه خذ تلك جنتي. ايه. من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب، يكون عذاب جرى. ايه. خيريه يا الى ابتدي خيريه. الى خيريه. وقرئ من يصرف عنه على البناء الفاعلي. ملك. والمعنى من يسلف الله عنه في ذلك اليوم يكسر عذاب جبك فقد رحمه بمعنى من يدفع الله عنه قديج مضاف عبك ويحفظه قديج محافظ بك أو جنة وقال علم أهمل أجراني من المدفوع عنه يكجيت دفع كرمي من وترك ذكر المصروفي ودبي من يصرف عنه ينظف كيجي صار من يصرف عنه من يصرف عنه يعني من يصرف عنه النار مثلا قطا نقط يا يا العذابه وترك ذكر المصروف لكونه معلوما او مثلا قبله وهو مصروف العذاب اني عذاب ويجوز ان ينتصب يومئذ بيصرف يصرف انتصاب المفعول به من يصرف عنه يومئذ يعني ويروجي جسر ويروجي بخو او عن ذلك اليوم يعني اي هوله ابت وشه شدتها ويروجي وشه رحمه وينصر هذه القراءة قراءتك مفعول بها قراءة أبين من يصرف الله عنه قدية نعم آمي آيات اللي بقينا هو بس سيدا آمي آيات اللي بقينا هو بس ده سير إذا شخوا أري وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو أجر خدا بلاك بن سريتا إفويدفع بلا يشتبكش غيني خدي بلا كسين وإن يمسسك بخير أجل خيري خدي خيري بدتا فهو خدا على كل شيء قدير سرهتش قدرته وهي كشكي نكارة بأنجال ماني وإن يمسسك الله بدر من مرضين نخوشين أو فقرين فقيرين أو غير ذلك من بلايا وش مصيبتك خدي تدار فلا قادر على كشف إلا هو قادر سر كشفة ببلاء راكش غيني في ركز سمه وإن يمسسك الله بخير أجل خطر مسا خيري بكبدة خيري من غنان أو صحة صحة بدنه فهو خدا على كل شيء قدير فكان قادرا على إدامته وإزالته قدرت خدل سر دوام نعمته وراكنا نعمته من وهو القائر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وضاء قاهر للسر عباده وقية مالي هذا مدبق فوقه مالي أنا فوقيته فوقيات معنى يعني كل ساري الجوري الديمكمينة تصويرا للقائر والعلو بالغلبة والقدرة مثلا ماذا خداي يا خداي الجوري خداي بلند يا دسته خو بلند کن. آبیات تب معنا یعنی علوا مرتبیه. تدریه. آه.
تصویر یعنی مرد بنی قهراوی و بنی مزناتی اوی ده و ده غالب بر سر مربا قدرت اوی سر مربعیه و ده چپ که جمربه ای بکه مر ملکیویه تو معنی اکی جرانینه می ایمانه بی آی پیانیه و ای ربی هم دخوازن سلامتی دین و دنیای سعادت آخرت مجبله و مصیبت و نخوشین و دنیا و عالم ده انصاف به چرکالنمیش میکن من مسلمان آجی دور بیدی یا ربی آمین 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 بس علیکم السلام اصلا اتشکی کارم پرسم ای کرم که اوه